احنا توا باش نبداو في الحلقه نتاعنا برشا اخبار رياضيه تستنى فينا وتحاليل زاده باش نحكيو على ماتش اللي يستنى تونس غدوه نهار السبت، لكن هي تقبل نستقبلوا الضيفه نتاعنا اللي تستنى فينا. ذحلي اسمها بركه يبعث الفرحه والجو، يحبها الكبير والصغير واللي يدبي على حصير كما يقولوا. بيرسونيلمون انا نسميها فنانه الشعب، تجمع ما بين الصوت والحضور والروح الخفيفه. مع بعضنا نستقبلوا زازا. شباب مرحبا زازا، كانوا يتعاركوا مرحبا بك في التيران، هاني قدامهم كنا في الريشة اللي اكثر اكثر زوز عندهم جرينتا كيالتهم ياكلوا الحشيش. صافا شناهوالك جوز؟ الحمد لله صافا الوليد، فرحت لكم بالبرنامج. ميرسي. بون عمار عندي كي نعرفوا اللي هو وهكا بدي هكا تو بدي ترزع بدي هكا نعرفوا حشيش برشا بديت يتعاديك تعاديك تنكيت. سينو شنو الامور ماشيه؟ الحفلات الحمد لله رجعنا كما قبل والحمد لله اللي عاود علينا خير من قبل، مش كل اللي فريمون سافا مي خير من قبل الحمد لله الحمد لله. مهرجانات حركت شويه؟ مهرجانات مازلنا مازلنا ثم مهرجانات صغرى ما تعنيليش برشا، اما مهرجانات كبرى كما على المسارح مستير وتوز. الريفيون وين السنه؟ ريفيو كناش تلقاهم لافيشات هذا واحد هكا انا نتصور من العروسات باش تعمل بهم انت سامحني المسارح امورك كانية في العروسات. عاد اقول لك علاش تبارك الله تونس الكل تعرف انت التحاليل عندك ولا التيران؟ هاني الحقيقة التحاليل تصور منهم والتيران غرامك. صحيح وحتى التيران صور منه تصور من فلوس، اما الحقيقة التحاليل باش بلاد اخرى باش تحلل ثم فلوس ارتاح فارتاح. انا ثلاث العروسات ارتاح وخدمه فما فلوس، لكن المهرجان هذيك تحط فيها شعندك هذيك الغرام العرض بصفه عامه انت بروفيلك الصحيح تلقاه في المهرجان. وتصور خاصه المهرجان باش يجيو فريمون للفنان هذاك مغرومين به لك معناها بالحق هذوك معناها اللي فان نتاعك هذيك برشا سيرتو. الحمد لله ربي انا مهرجاني كل عملته كومبلي الحمد لله. وقت اللي ندخل نبدا خاصة عشية قبل بداية وقعت لا رفع عندي نسالي بقى تسكر كيفاش بعد نطخ الدنيا مليانة ويطلع لك التراك. انا بورتون ما عنديش تراك وعمره ما كان عندي تراك، يعني عمري ما ريتك عندك تراك من الراس فيك يد ورجل يد ورجل يد ورجل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا ما شاء الله عليك والله. لا مو هذيك هو هذيك انا هذيك انا انا تو انت مصلي على النبي يقول شوف ايش يجري شوف ايش كيفاش يعمل شوف كيفاش شوف فهمت كيفاش ما يتعبش ما يتعبش. انا في الاصل تعرفوا جمعيتي فيزيكمون حاضره فيزيكمون جمعيتي تعرفوا شنو هي الو كل ننبر عليك ياسر انا كنت الو خاطر بنتي في التيرا ولا انا في السين هذيك هذيك ساعه ولا ساعه ونص ولا ساعتين مسكر فيهم ما كنت في حد شيء صحيح والحمد لله